تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله هذا اليوم بزيارة الحرس الملكي بحضور معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. فلدى وصول موكب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ترافقه كوكبة من خيالة الحرس الملكي، كان في الاستقبال العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. وقد تشرف عدد من كبار الضباط بالسلام على جلالته. سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، سلام. خذ قوة الواجب الخاصة 2 جاهزة للتفتيش سيدي. وتفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى بتفقد طابور العرض الذي اصطفى لتحية جلالته. الله إلى الإيمان نور.
ثم ألقى العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي، إن تشريفكم للحرس الملكي يا صاحب الجلالة في هذا اليوم المبارك، وكما عهدناه من جلالتكم في زياراتكم لقواتكم الباسلة في مواقعها العسكرية وتفقدكم ميدانيا لكافة القطاعات والوحدات والأسلحة والوقوف على جاهزيتها تنظيميا وتسليحيا وتدريبيا وتلبية لكافة احتياجاتها القتالية والإدارية، لهو مبعث فخر واعتزاز من كافة منسوبي قواتكم المسلحة الأبية. سيدي صاحب الجلالة قائدنا الأعلى، إن أبنائك ضباط وضباط صف وأفراد قوة الدفاع يستلهمون ويستمدون القوة والهمة والعزيمة والإصرار والثبات من قيادتكم الرشيدة والحكيمة في كل ما يناط ويوكل إليهم من واجبات ومهام قتالية، واضعين نصب أعينهم طاعة الله عز وجل وخدمة وطنهم وجلالتكم حفظكم الله. سيدي صاحب الجلالة، بفضل توجيهاتكم الحكيمة بالوقوف مع الأشقاء بالدفاع عن أوطاننا ضمن قوات التحالف العربي ولنصرة ديننا الحنيف ضد قوى الشر والطغيان والتطرف، فإن قواتنا المتواجدة في محافظة مأرب ومحافظة عدن على أراضي اليمن الشقيق قدمت ولا زالت تقدم وبكل شجاعة وبسالة ووفاء وأقدام ما يدعم حكومته الشرعية المنتخبة وتطلعات الشعب اليمني الشقيق، وكذلك ضمان الوصول للمساعدات الإنسانية لهم في إطار عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، حيث قام الرئيس اليمني بتقديم الشكر والامتنان لقيادتكم الرشيدة ولقواتنا في الميدان ومنحهم الأوسمة التقديرية على مواقفهم البطولية. سيدي صاحب الجلالة، لقد كان لتوجيهاتكم السديدة في إدخال ذكرى يوم الشهيد في 17 من شهر ديسمبر من كل عام ضمن احتفالات المملكة بعيدها الوطني المجيد، كان له أبلغ الأثر في نفوس جنودك الأوفياء والمواطنين المخلصين، مستذكرين بهذه المناسبة في كل عام شهداءنا الأبرار حين قدموا دماءهم الزكية دفاعا عن دينهم ووطنهم، وها هم جنودكم الأوفياء معاهدين الله ثم جلالتكم بأن يسيروا على درب من سبقوهم في سبيل رفعة راية الدين والذود عن الوطن. وفي الختام، سنبقى سيدي بالمستوى الذي تأملونه بأبنائكم، وكما عاهدتمونا ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أقدم خالص شكري وتقديري إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعمه ومساندته، وصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على الدعم المتواصل واللامحدود لنا. أدامكم الله سيدي للبحرين وللأمة العربية والإسلامية، وحفظكم من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى بمنح الأوسمة التقديرية لعدد من ضباط وضباط صف وأفراد واجب العمليات الخاصة من الحرس الملكي تقديرا لهم على قيامهم بواجباتهم السامية على أكمل وجه ما يوكل لهم من مهام وطنية مشرفة. جلالته رعاه الله أشاد بمواصلة الرجال الشجعان من الحرس الملكي لأداء المهام الموكلة لهم في الجمهورية اليمنية الشقيقة، متكاتفين صفا واحدا مع إخوانهم من رجال أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين البواسل ضمن قوات التحالف العربي المشترك في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، دفاعا عن الحق والشرعية واستنادا على قرارات الأمم المتحدة لكل ما فيه خير اليمن الشقيق وشعبها العزيز، وحماية لسيادة دولنا وأمن أوطاننا وأمتنا، إضافة لجهودهم النبيلة في عمليات الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني. متمنيا جلالة الملك المفدى يده الله لجميع ضباط وضباط صف وأفراد قوى دفاع البحرين دوام التوفيق، مضيفا جلالته أنهم موضع التقدير بل إنهم موضع التقدير والفخر من جميع أهل البحرين، وإنما يقومون به نبراس لأجيالنا القادمة، حيث جسدوا أسمى معاني الوطنية الحقة بأجمل صورها، مؤكدا جلالته أن الأمم ترقى وتعلو بجهود وبتضحيات رجالها المخلصين.